احتجزت الشرطة الإسرائيلية لعدة ساعات 4 صحفيين من محطة تلفزيون فلسطين الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس. وذكرت تقارير فلسطينية أن طاقم التلفزيون كان يصور برنامجا حواريا خارج أسوار المدينة القديمة في القدس عندما احتجزتهم السلطات الإسرائيلية وصادرت معداتهم. هذا وتحظر إسرائيل أي نشاط رسمي للسلطة الفلسطينية في القدس. هو اعتقال غير قانوني، يعني تتم ملاحقة الصحفيين من قبل شرطة الاحتلال بطريقة غير قانونية ويتم اعتقالهم تعسفيا حتى يسيطروا على مدينة القدس، لأنه بحسب رأيهم أن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل، وبرأيهم أن المؤسسات الفلسطينية المقدسية هي ضد سيادة إسرائيل في القدس وتريد أن تمنع أي دور للسلطة الفلسطينية وللمقدسيين داخل القدس كعاصمة لهم.